باقي هنبعتهم اوتيلات تانية. فاهمني يا عبدي؟ تمام يا استاذي، تمام. طب ممكن استخدم التليفون عشان اكلمهم اكد الحجز وكده؟ طبعا عبدي التليفون بس. تمام اتفضل. ميرسي. ايه مالك؟ انا محتاجه الارقام، مش حافظاها. مش حافظه ولا رقم؟ ولا رقم. هو لسه في حد بيحفظ ارقام؟ انا حافظ ارقام كل الناس اللي بتعامل معاها، والباقي حاططهم على النوت بوك. قولي لي صحيح، انت فاكره اكلتي ايه اول امبارح؟ طب بلاش اول امبارح، امبارح مش فاكره طبعا. يعني انت عايز تقول ان انا ذاكرتي ضعيفه؟ ايوه. لا لا، على فكره انا ذاكرتي كويسه جدا. طب قولي لي انت بتصحي ازاي قبل ما تروحي شغلك؟ يعني بظبط الالارم بتاعت الموبايل. انا بقى لا، انا باجي اقول لنفسي قبل ما بنام انا عايز اصحى الساعه كذا، بقعد بقى اتخيل شكل الساعه وعقربها، واتخيل جرس المنبه وهو بيرن جنبي، واقعد اكرر بقى الموضوع ده كذا مره قبل ما انام. وبالطريقه دي ساعتي البيولوجيه هي اللي بتصحيني في الوقت اللي انا عايزه. بس دي مش مضمونه. متهيألك. طب انت كام مره ظبطت المنبه بتاعك على ميعاد مهم ولقيتي نفسك بتصحي قبله من غير حتى ما يرن؟ حصلت لي كتير. شفتي بقى ايه اللي صحاك؟ ساعتك البيولوجية. انت عارفه الناس بتوعك عطلانين ليه؟ ليه؟ انا هقول لك ليه. لانهم عطلوا قدراتهم، وبالتالي الدماغ بقت فاضيه. يعني اي معلومه عايزينها هيجروا يجيبوها من على النت، حتى لو كانت سهله وبسيطه مش هيحفظوها، لانهم عارفين انه يقدروا يجيبوها في اي وقت. كلكم بقيتوا بتحتفظوا بالمعلومه في الذاكره قصيره المدى، يعني لحد ما تستفيدوا منها وخلاص بتنسوها. علشان كده بقى الخيال تعيش انت يا حاجة. يعني كده العيب مش في التكنولوجي، العيب في طريقة استخدامنا ليها. صح. استسهال بقى. يعني بدل ما نطوع التكنولوجيا لينا ونستفيد منها، هي اللي حولتنا نبقى جزء من منظومتها، وخلتنا نفقد كل ما يميزنا كبشر، حتى أحاسيسنا ومشاعرنا. بقينا بنعبر عنها بشوية حروف ولايكات وايموشنز. بصراحة ده مش شغل بني آدمين خالص. بس أنا بصراحة حاسة إن كرهك للتكنولوجي ده وراه سبب تاني باين قوي في كلامك، صح؟ صح. شكرا. يعني كده كل اتنين هيقعدوا في اوضه، صح؟ انا هعمل ايه بس، للاسف يعني قريش كل الاوض التانيه محجوزه. انا كل اللي قدرت اعمله ان انا اكنسل الحجز بتاع سواح اليابانيين. عايز اقول لك ان شركه السياحه متضايقه مني جدا. لا 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 تمام، ما تشغلش بالك، هم اصلا كلهم صحاب قوي ومتعودين يقعدوا مع بعض ويسافروا مع بعض. انا بصراحه مش عارفه اشكرك ازاي، لعلمك بقى انا مكسوفه منك بجد. يعني حاسه ان انا دبستك كده في حاجه غصب عني. ويا ترى بقى دبستيني في حاجه غصب عني ازاي يعني؟ يعني لما جيت لك لحد هنا بالليل وكان باين عليا قوي قد ايه مصممه على الحجز، فاكيد انت اتحركت يعني. تفتكري بقى لو كان حد غيرك جه وعمل نفس اللي انت عملتيه بالظبط واكتر، تفتكري انا كنت هوافق برضه؟ متهيألي مش حقيقي على فكره. أنا عملت ده عشان خاطرك أنت بس، علشانك. عشاني أنا؟ اشمعنى يعني؟ اشمعنى دي بقى أنا ما عنديش عليها إجابة دلوقتي. بس كل اللي أعرفه إن لو كان حد غيرك جه وطلب مني الطلب ده أنا ما كنتش هعمله. بقول لك ايه يا معلم؟ ايه؟ القريه دي شكلها صايعه هبل. بص الصور. واو حلو على فكره. انت
بتهيألي بقى مفيش مكان أحسن مكان تتكلم فيه مع قريش وتقول لها إنك بتحبها، مكان هادي ورومانسي، يعني دي فرصتك الوحيدة يا معلم. والله عندك حق، تصدق أنا لازم أحسم الموضوع ده. أحسم؟ يا ابني افهم، قريش ممكن في أي وقت تقابل أي حد وياكل دماغها، وساعتها أنت أكتر واحد هيندم إنه ما اتكلمش معاها من بدري، فيا ريت تنجز بقى عشان اتنفخت منك. يا ابني مفيش الكلام ده، ما تقلقش كله تحت السيطرة. والله العظيم ثلاثة أنت بق. بقول لك يا معلم، تعمل مع اخوك واجب خير. مش حاسس بيا خالص، هموت وعرف دماغه مشغوله بمين. مش ضروري يعني تكون دماغه مشغوله بواحده. يعني ايه يعني؟ كل يوم قاعد على الفيسبوك لوش الصبح وكمان فاتح الشات، اكيد في واحده. بقول لك ايه، عشان تخلصي الحكايه دي خالص روحي وش كده قولي له ان انت بتحبيه وشوفي رد فعله ايه، وبعدين دي راحه مكان رومانتك، خديه مره اتمشي معاه وجسي نبضه هناك. يا خديجه. ايوه خد يا بيبي تعالي عايزك. نعم حسام عايزك. ديجا ممكن بس تيجي تقعدي جنبي شويه عشان عايز اراجع معاكي شويه حاجات في الشغل كده قبل ما نوصل. اوكي طيب اقوم اقعد انا جنب مي، حتى انا كمان اتخنقت. يلا كفايه عليك كده اجري. اوفا احنا فاضل لنا قد ايه؟ انا ظهري غالبا كده اتقطم. يعني بتهيألي خلاص قربنا نوصل، وبعدين مش انتوا اللي اتاخرتوا عقبال ما اتجمعتوا وخليتونا نمشي في الزحمه؟ وانا مالي، المحاسوبين اللي اسمها اسراء والتانيه اللي اسمها خديجه هما اللي اتاخروا. بقول لك ايه، تفتكر كده هنعرف نقعد هناك من غير لا موبايلز ولا انترنت؟ باي ذا واي انا عملت حسابي وجبت معايا كرتونه كبيره عشان انسى الكلام ده خالص. يا باشا سيب لي انت بس نفسك وانا نسيك الدنيا دي كلها. اوعى تنسيني الدنيا دي كلها ازاي يعني؟ ما بطل وش التناكه بتاعك ده. تناكه ايه يا ابني؟ هو انت معقد ولا ايه؟ معقد؟ هو انت ليه مصره تضايقيني؟ كل ما اتكلم معاكي احس ان انت قصدك تعكنيني عليا. كل ده ليه؟ كل ده عشان انا في وقت من الاوقات يعني قلت لك على بحسه ناحيتك. تاني يا رؤوف هنعيده تاني؟ ولا تاني ولا تالت. عامة لو متخيل انه هيحبك او حتى هيبص لك فانت بتحلمي، لان اللي بيحبها احنا رايحين لها دلوقتي. اسراء. نعم. بقول لك ايه؟ واخدة بالك مي ورؤوف بيتكلموا ازاي مع بعض؟ لا مش واخدة بالي. ليه هو في ايه؟ يا بنتي ما رؤوف بيحب مي، ومي بتحب حسام، وخديجة بتحب رؤوف. أما حسام مش عارفة لسه بيحب مين، بس تقريباً كده بيحب قريش. ما شاء الله. طبعاً إحنا جايين هنا نقل أدبنا ونحب طبعاً، مش جايين نشتغل، صح؟ بقولك إيه؟ ما بلاش الحبتين دول عليا، علشان أنا هرشة كل واحد في الشركة دي، وأولهم أنتِ. ليه بقى إن شاء الله؟ ماسكة عليا حاجة وأنا معرفش. تحب أقولك أنتِ حاطة عينك على مين؟ بنت أنتِ. أنتِ تحترمي نفسك وتبطلي قلة أدب. بدل ما خلي نهارك ده زي وشك. لا تصدقي اتخضيت. بقولك ايه، اوعي تكوني فاكره نفسك متنكره تحت التنظير اللي انت بتنظريه علينا طول الوقت ده. رشا انا مش عاوزاك تتكلمي معايا وتقطمي معايا لنهايه الرحله، تمام؟ تعالي يا قريش. ايه ده؟ انت عرفت ازاي ان انا اللي وراك؟ تعالي اتفضلي. تقوية حواسك عملية صعبة جدا، تاخد وقت ومجهود وتدريب طويل، لكن في النهاية نتيجة مذهلة بصراحة. لا استنى شوية بقى، يعني انا دلوقتي كنت جاية وانت مديني ظهرك، انت عرفت ازاي ان انا بالذات اللي واقفة وراك؟ انا جاوبتك على فكرة بس انت ما خدتيش بالك. بس قصدك الحاسة السادسة يعني؟ المشكلة ان البني ادم بيهمل حواسه كلها وبيختزلها في حاسة واحدة بس. بليز بلاش الردود الغامضة دي. طيب انا طبعا ما شفتكيش وانت جاية، بس يعني اقدر اميز صوت خطواتك وايقاعها، شميت ريحه برفيوم شميته عليكي قبل كده، يعني حاجات زي كده ولا ايه؟ صراحه انت اوفر شويه. هو انت ايه، كمبيوتر يعني؟ احنا اللي صنعنا الكمبيوتر، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا. وطبعا انت متفقه معايا ان صنع الخالق لا يقارن بصنع المخلوق، مش
في أجهزة كتير إحنا لو ما لقيناش الكتالوج بتاعها مش هنعرف نستخدمها، حتى لو إحنا عارفين إمكانياتها كويس. ده ينطبق على البني آدمين بالظبط. يعني أنا مثلا أول ما جيت هنا ابتديت أفتح الكتالوج، عايز أقولك إن أنا اكتشفت حاجات كتير جدا ما كنتش عارف عنها أي حاجة. أنا كده فهمت قصدك، وهو ده بالظبط اللي أنا جاي عشانه. ألو، ها أنتوا فين؟ أوكي، يعني داخلين على هنا؟ تمام، يلا متأخروش، مستنياكم، باي.